السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ابنائي وبناتي الاعزاء، ان شاء الله النهاردة احنا هنشرح درس مهم جدا اللي هو comment décrire un animal. comment décrire un animal يعني ازاي نوصف حيوان، يبقى comment décrire un animal. انا اهم شيء اعرفه ان انا عشان اوصف اي حيوان في حاجات اساسية لازم اتكلم عنها. اول حاجة بقول بيعيش فين، تاني حاجة بتكلم ممكن اقول اللون بتاعه ايه، تالت حاجة ممكن اقول هو صفاته الشكلية ايه يعني عنده ايه، رابع حاجة ممكن اتكلم على هو بياكل ايه، خامس حاجة من خلال نوع الاكل اقول نوع الحيوان ده ايه، هل هو اكل عشب اكل لحوم او بياكل العشب واللحوم، السادس حاجة ممكن اتكلم هل الحيوان ده بيبيض ولا بيلد، بعد كده ممكن اتكلم عن وزن الحيوان لو انا عارف وزن الحيوان، حيوان اليف انا مربيه في البيت، ممكن اتكلم عن سنه كذلك. طيب احنا الوقت عشان نبدأ نوصف اي حيوان، اول حاجة بتكلم عنها هو بيعيش فين، يبقى انا هنا هقول هنا يئيل، ايل يعني هو لو كان الحيوان مذكر، او ال يعني هي لو كانت مؤنث، يبقى هقول ايل او ال في. في يا جماعة ده verb، فيف بمعنى يعيش، يبقى ايل او ال في. يا اما sur la terre على الارض، sur la terre على الارض، يا اما دان لو في المية، دان لو في المية، يا اما دان لا فوغي في الغابة، دان لا فوغي في الغابة، يا اما دان لا فيرم، يا اما دان لا فيرم في المزرعة. يبقى انا دلوقتي اول حاجة بتكلم عنها عن وصف الحيوان هو بيعيش فين، يبقى هنا هو ايل لو كان مذكر، ال لو كان مؤنث، في معناها يعيش، يبقى ايه في معناها يعيش، يا اما سور لا تير، سور يعني على، لا تير الارض، يبقى سور لا تير، دان لو في الميه، دان لو في الميه، دان لا فوري في الغابه، دان لا فوري في الغابه، دان لا فيرم في المزرعه، دان لا فيرم في المزرعه. طيب هناخد مثال، نفترض انا بوصف الاسد لو ليون، طبعا هنا لو ليون ده مذكر، يبقى ايل هقول ايل في بيعيش، يبقى ممكن اقول سور لا تير على الارض، دون لا فوري في الغابه، يبقى سور لا تير على الارض، دون لا فوري في الغابه. طيب نفترض انا بصف مثلا لافاش، لافاش اللي هي البقره هي مؤنث، يبقى اقول ال، يبقى ال في مثلا سور لا تير على الارض، مثلا دون لا فيرم في المزرعه، دون لا فيرم فين؟ في المزرعه. طيب تاني حاجة بتكلم عنها في الوصف، بتكلم على اللون، لون الحيوان ده ايه، يبقى هنا بستخدم معاه ايل هو او ال هي ايه، ايه هنا يا جماعة بمعنى يكون، يبقى ايه هنا ده الفيرب بمعنى يكون، يا اما بلون ابيض المؤنث بتاعها بلانش، يا اما نوار اسود المؤنث بتاعها نوار، يا اما جري رمادي المؤنث بتاعها غريز، يا اما فير اخضر المؤنث بتاعها فيرت، يا اما بلو ازرق المؤنث بتاعها بلو، يا اما فيولي بنفسجي المؤنث بتاعها فيوليت، يا اما جون اصفر المؤنث بتاعها جون، يا اما روج احمر المؤنث بتاعها روج، يا اما روز بامبا المؤنث بتاعها روز، يا اما اورانج برتقالي وهي هي بتبقى اورانج في المؤنث، يا اما مارون بني وهي هي بتبقى مارون في المؤنث. يبقى انا اخلي بالي في حاجه مهمه في الالوان يا جماعه، اولا في الالوان انا علشان احول اللون للصفه المؤنث القاعده العامه بضيف أ، زي ايه مثلا زي نوار هنا المؤنث نوار ضفت لها او، زي جري المؤنث جريز ضفت لها او، وخلي بالي ان الاس هنا هنطقها وهنطقها زد لانها بين اتنين دو فويل، عشان كده بقول جريز. ادي فير المؤنث فيرت ضفت لها او، ادي بلو
المؤنث بلو ضفت لها او. طيب يبقى دي القاعده العامه في الالوان، ان انا اللون بضيفه في المؤنث او. طيب عندي مثلا نفترض اللون اصلا كان بينتهي بأو، خلاص يبقى يفضل زي ما هو في المؤنث. يبقى اللون ما دام هو اصلا بينتهي بأو يبقى في المؤنث هو هو ما بيتغيرش، زي جون اصفر هي هي جون، زي غوج احمر هي هي غوج، زي غوز بامبا هي هي غوز زي ما هي. اخلي بالي يا جماعه في حاجه، ان في لونين لا يؤنثان ولا يجمعان. ايه هما اللونين دول؟ اللي هما الاورانج والمارون. الاورانج والمارون دول بيفضلوا زي ما هما. ليه؟ لان دي اشياء بتؤكل. الاورانج اللي هو البرتقال والمارون اللي هو ابو فروه. يبقى انا اخلي بالي يا جماعه ان في لونين لا يؤنثان ولا يجمعان، اللي هما الاورانج والايه والمارون. طيب هتلاقي مثلا عندك البلون المؤنث بتاعه هيبقى بلانش، يبقى بيض، مش هضيف او بس هضيف اش او. عندك مثلا فيولي المؤنث هيبقى فيوليت، مش هضيف او بس هضيف تي او. وخلي بالي يا جماعه ان في لونين زي ما انا قلت ما لا يجمعان ولا يؤنثان، اللي هما الاورانج والمارون، مع المفرد المذكر هما هما، مفرد مؤنث هما هما، جمع مذكر هما هما، جمع مؤنث هما هما. طب واحد هيقول لي طب ما انت طب ما عندنا الجون والغوج والغوز بيبقوا هم هم في المؤنث، صح تمام، لكنهم يجمعوا. يعني ايه يجمعوا؟ يعني ممكن يبقى جمع، يعني ممكن اضيف لهم اس علامه الجمع. يبقى ده الفرق، ان اللونين دول الاورانج والمارون ما بيتجمعوش وما بيتأنسوش، يعني ما بيتغيروش خالص. يبقى زي ما هم مفرد جمع، جمع مذكر، جمع مؤنث، مفرد مؤنث، مفرد مذكر، زي ما هم ما بيتغيروش. يبقى انا دلوقتي مثلا لو هوصف حيوان مذكر مثلا الاسد، يبقى هقول ايل ايلي، اصفر يبقى ايه جون. طيب نفترض انا بصف حيوان مؤنث مثلا زي الفاش، هيبقى ال ايلي، عايز اقول ان هي بيضه وسوق ابيض واسود مثلا، هيبقى اقول ايلي، هختار اللون المؤنث، يبقى ايلي بلانش اي نوار، يبقى ايلي بلانش اي نوار. طيب تالت حاجه هنتكلم عنها الصفات الشكليه، عنده ايه؟ يبقى هنا بقول ايل لو هو مذكر وقال مؤنث اه. اه يا جماعه ده فيرب افوار بمعنى يملك، بمعنى عنده، يبقى بمعنى ايه؟ عنده او عندها، يبقى ايل او ايلا. اول حاجه ممكن اين كاراباس، اين كاراباس صدفه، اين كاراباس صدفه. ممكن ديزيكاي قشوره، ديزيكاي ديزيكاي. ممكن اين ك ديل، إن ك إن ك. ممكن كات بات، أربع رجول، كات بات كات بات. ممكن دو بات، دو بات رجلين بس طبعا مع الطيور، دو بات. ممكن دي غريف، دي غريف اللي هي المخالب، دي غريف. ممكن ان بيك من اه، ان بيك ان بيك. ممكن دوزل جناحين، دوزل جناحين، دوزل جناحين. طب واحد يقول لي ليه حضرتك بتقول دوز؟ ده هي دو، المفروض دو ال. لا هنا الدو يا جماعه اخرها اكس، والاكس جاي بعديها ان فويل، عشان كده سو برونونس زد، عشان كده بنطقها زد، عشان كده بقول ايه دوزل، دوزل جناحين. ممكن كمان دي بليم ريش، دي بليم، دي بليم. ممكن دي سابو حوافر، دي سابو حوافر، دي سابو. ممكن دي بوال شعر، دي بوال شعر، دي بوال. ممكن دي دون اسنان، دي دون اسنان، دي دون. ممكن دي نجوار زعانف، دي نجوار زعانف، يبقى دي نجوار. ممكن دي ديفونس اللي هم النبين بتوع الفيل، ممكن اقول دو ديفونس، دو ديفونس.
دو ديفونس اللي هما النبين بتوع الفيل. ممكن إين ترومب اللي هي الزلومة، إين ترومب الزلومة، إين ترومب الزلومة. يبقى أنا يا جماعة دي الحاجات اللي أنا اللي ممكن أقولها في وصف الحيوان اللي هو عنده إيه. يبقى أنا هنا بختار على حسب نوع الحيوان، على حسب نوع الحيوان أشوف الحيوان ده عنده إيه. لو مذكى الأسد مثلا هقول إيلا عنده. طب الأسد عنده إيه؟ عنده مثلا كاتر بات أربع رجلين، عنده دي دون أسنان، عنده دي بوال شعر، عنده دي جريف عنده مخالب، وعنده اي اين كو وعنده ديل. نفترض مثلا اين فاش دي مؤنث، يبقى هو ايلا هي عندها. طب الفاش عندها ايه؟ عندها دي دون اسنان، عندها مثلا دي بوال شعر، عندها كاتر بات اربع رجلين، عندها دي سابو، سابو اللي هي الحوافه، ما عندهاش دي جريف مش مخالب، عندها دي سابو اي اين كو وديل. يبقى انا بختار الحاجات اللي عند الحيوان على حسب نوع الحيوان نفسه. طيب بعد كده بنتكلم على بياكل ايه. يبقى هنا ايل او ال مانج، مانج يا جماعه فيرب، مانجي معناها ياكل، يبقى ايل او ال مانج يعني بياكل، يبقى ايل او ال مانج يعني بياكل. طيب ممكن ياكل ايه؟ دو لارب اعشاب، دو لارب اعشاب، دو لارب اعشاب. يبقى هنا اخلي بالي الاش نو سو برونونس با، ما بتتنطقش. يبقى هقول كده ايل او ال مانج دو لارب، بياكل اعشاب. او ممكن ايل او ال مانج دو لا فياند، لحمه، دو لا فياند لحمه. يبقى دو لا فياند يعني لحمه. طب نفترض ان دلوقتي بصف الاسد، ايه هو مذكر؟ يبقى ايل مانج، الاسد بياكل ايه؟ دو لا فياند، يبقى ايل مانج دو لا فياند. طب نفترض بصف البقره مثلا الفاش، يبقى ال دي مؤنث، يبقى ال مانج دو لارب، ال مانج دو لارب، بتاكل ايه؟ اعشاب. طيب بعد كده النوع بتاعهم، يبقى ايل او ال ايه، ايه بمعنى تكون، ايه بمعنى تكون. اربيفور يعني بتاكل اعشاب، يبقى اربيفور اكلة عشب، اربيفور، يا اما كارنيفور اكلة لحوم، كارنيفور، كارنيفور اكلة لحوم، يا اما اومنيفور بتاكل الاثنين، اومنيفور بتاكل ايه؟ الاثنين. يبقى هنا يا اما ايل او ال ايه، يا اما اربيفور، يا اما كارنيفور، يا اما اومنيفور. طب نفترض انا بصف الاسد، الاسد بياكل لحوم، بقول ايلي كارنيفور. بصف مثلا الفاش البقره، يبقى اقول هي بتاكل عشب، يبقى ايلي اربيفور. طيب بعد كده ايل او ايلي برضو يكون اوفيبار. اوفيبار يا جماعه يعني يبيض، اوفيبار معناها ايه؟ يبيض. يبقى ايل او ايلي اوفيبار، اوفيبار، اوفيبار يعني ايه؟ يبيض. طيب في حاجة تانية بتيجي بمعنى يبيض برضو، اللي هي ال بون دي زو، ال بون دي زو. هنا بون ده فيرب اللي هو يبيض، يبقى ال بون هي تبيض، دي زو، دي زو يعني بيض، يبقى دي زو يعني ايه؟ بيض. يبقى الاثنين صح. يبقى لو قلت الي او في بار يبقى هي تبيض، او قلت ال بون دي زو يعني هي بتبيض بيض، الاثنين بنفس المعنى. طيب ممكن حيوان يلد، يلد يبقى في في بار، في في بار، يبقى إلي في في بار، إلي في في بار، يبقى يلد. يبقى أنا دلوقتي عايز أقول يبيض، يبقى أقول إلي أو في بار أو إل بون دي زو، عايز أقول هو بيلد، يبقى أقول إلي في في بار، إلي في في بار. طيب بعد كده لو عايز أتكلم على الحيوان ده بيمشي ولا بيعوم ولا بيطير ولا بيسبح ولا كذا، يبقى اقول ايه؟ ايل او ال اول حاجه مارش، فيرب مارشي يعني يمشي، يبقى ايل او ال مارش، ايل او ال مارش. طب هي ده يمشي. طيب ايل او ال كور، كور يعني يجري، يبقى ايل او ال كور يعني يجري. طيب ايل او ال فول، فول يعني يطير، يبقى ايل او ال فول يعني يطير. طيب بعد كده ايل او ال صوت، صوت يعني يقفز، ايل او ال صوت يعني يقفز.
إيل أو إل ناج، ناج يعني يعوم أو يسبح، يبقى إيل أو إل ناج، إيل أو إل ناج. طيب إيل أو إل غامب، غامب يعني يزحف زي الثعبان كده، إيل أو إل غامب معناها إيه؟ يزحف. يبقى أنا دلوقتي بشوف الحيوان لو بيمشي، لو بيجري، لو بيطير، لو بيقفز، لو بيعوم، لو بيزحف، بقول إيل أو إل على حسب مذكر أو مؤنث. بيمشي بقول مخش، يجري كوغ، يطير فول، يقفز سوت، يعوم ناج، يزحف غامب. طيب بعد كده انا عايز اتكلم عن وزن الحيوان. طبعا ده لو حيوان انا عندي مربي، حيوان اليف عارف وزنه، بقول كده ايل او ال بيز، بيز يعني يزن كذا كيلو، يبقى ايل او ال بيز كذا كيلو. وهنا الاس بين دو فوايل بنطقها زد، عشان كده اقول ايه؟ ايل او ال بيز كذا كيلو، او جرام على حسب وزن الحيوان، او ايه جرام على حسب وزن الحيوان. طيب عايز اقول عنده كام سنه؟ لو انا حيوان مربي في البيت، حيوان اليف، هقول ايل او الا، احنا قلنا يعني عنده، يبقى ايل او الا كذا كذا يعني كام سنه، يبقى ايل او الا كذا يعني عنده مثلا 3 سنين، يبقى الا توازن، 4 سنين الى 4 ans، الى 5 ans، الى 6 ans، 7 ans، وهكذا. طيب يبقى هنا الوزن، يبقى ايل او ايل بيز كذا كيلو او كذا جرام، يبقى هنا الفعل نفسه يزن اللي هو بيز، هنا عنده يبقى ايل او ايلا كذا ان، هنا فيرب ا اللي هو يملك او لديه. طيب بعد كده نفترض احنا هنا قلنا ايل او ايلا يعني عنده. طب نفترض انا عايز اقول ما عندوش، يبقى انا بنفي الفعل، احنا قلنا الفعل اللي هو يبقى انا هحط الفعل بين نو وبا، يبقى ما عندوش، يبقى اقول كده ايل او ايل نا با دو، ايل او ايل نا با، حطيت يا جماعه بين نو وبا، يبقى ايل او ايل نا با دو. عايز اقول مثلا ما عندوش اسنان، يبقى ايل او ايل نا با دو دون، يبقى ايل او ايل نا با ايه دو دون. عايز اقول ما عندوش زعانف، يبقى ايل او ايل نا با دو ناجوار. عايز اقول ما عندوش مثلا مخالب، يبقى ايل او ايل نا با دو غريف. طيب احنا خدنا برضو ان ايل او ايل ايه معناه يكون، يبقى ايه هنا معناه يكون، عايز اقول هو لا يكون، يبقى هنفي برضو ايه اللي هي الفعل ايه يكون، احطها بين نو وبا، يبقى كده هيبقى ايل او ايل نيبا، ايل او ايل نيبا. عايز اقول ان هو ما يكونش عشبي، يبقى اقول ايل او ايل نيبا اغبيفور، ايل او ايل نيبا اغبيفور. عايز اقول مش اكل لحوم، يبقى اقول ايل او ايل نيبا كارنيفور، ايل او ايل نيبا كارنيفور. طيب يبقى انا يا جماعه عشان اوصف اي حيوان لازم بستخدم الحاجات دي عشان اوصف الحيوان. طيب بعد كده هنيجي في وصف عملي، هنمسك اول حاجه عايزين نصف الاسد. اول حاجه انا هقول هو بيعيش فين. طيب الاسد بيعيش فين؟ بيعيش على الارض في الغابه، يبقى اقول كده il vit sur la terre dans la forêt، يبقى il vit sur la terre dans la forêt. طيب تاني حاجه لونه ايه؟ واحد ممكن يقول اصفر، واحد ممكن يقول بني، هنقول مثلا il est jaune، إلي جون أصفر. طيب عنده إيه الصفات الشكلية؟ إلا عنده كاتر بات أربع رجلين، دي دون أسنان، إي كو ديل، دي بوال شعر، إي دي غريف ومخالب. طيب بياكل إيه؟ إيل مانج دو لا فيوند، بياكل لحمة. طب ما دام بياكل لحمة يبقى إلي كارنيفور، هو يكون كارنيفور آكل لحوم. طيب هنا الفصيلة نفسها الأسود هل تبيض ولا بتلد؟ هنا إلي في في بار، يبقى يلد، إلي في في بار يعني إيه؟ يلد. طيب بعد كده طب بيعمل إيه؟ بيعوم، بيطير، بيزحف، بيمشي. طبعا إيل مارش هو بيمشي، إيه إيل كور وبيجري. يبقى أنا لما أصف الأسد أدي كمثال حي أنا بقول إيل في سور لا تير دون لا فوري، بيعيش على الأرض في الغابة. إلي جون يكون أصفر، إلى عنده كاتر بات أربع رجلين، دي دون أسنان، إن كو ديل، دي بوال شعر، إي دي غريف ومخالب. إيل مانج دو لا فيوند، بياكل لحمة، طبيعي بياكل لحمة، يبقى إلي كارنيفور، آكل لحوم. طبعا الفصيلة نفسها بتلد، إلي في في بار اللي هي الأنثى الأسد بتلد، إلي في في بار. طب هو بيعمل إيه؟ إيل مارش بيمشي، إيه إيل كور وبيجري.
طيب ناخد مثال تاني. مثلا عندنا لو بيروكي، الببغاء. ده بيعيش فين؟ بيعيش في الغابة. يبقى أقول كده il vit dans la forêt. il vit dans la forêt، بيعيش في الغابة. طيب لونه في ألوان كتير، مفيش مشكلة. يبقى أقول il est rouge، أحمر، jaune، أصفر، bleu، أزرق، أورانج، برتقالي، إي بلان، هو أبيض. يبقى خلي بالي يا جماعة، لما يبقى في كذا حاجة قبل آخر حاجة أحط إيه. إيه دي بتساوي أند بالإنجلش، اللي هي و. طيب ده عنده إيه؟ الصفات الشكلية. إيلا عنده أن بيك من أر، دي بلوم ريش، دو بات رجلين، دي غريف مخالب، إين كو ديل، إي دو زيل وجناحين، إي دو زيل وجناحين. طب بياكل إيه؟ il mange de l'herbe، بياكل اعشاب. طب ما دام بياكل اعشاب يبقى هيكون ايه؟ il est herbivore، il est herbivore. طب ده بيعمل ايه؟ il est ovipare يعني بيبيض، il est ovipare يعني بيبيض. طيب بعد كده بيمشي بيطير كذا، il vole، il vole يعني بيطير، il vole يعني ايه؟ بيطير. يبقى il vole يعني بيطير. طيب ناخد حيوان تاني، مثلا هناخد la tortue، السلحفاه. طبعا هنا لا يبقى مؤنث، يبقى هبدأ بال مش هبدأ بإيل، يبقى لا ايه؟ تختي. أول حاجة ال في سور لا تير، ايه دان لو، بتعيش على الأرض وفي الماية. في أنواع من السلاحف برمائية بتعيش على الأرض وفي وعلى الماية. يبقى مثلا هو يبقى هقول ال في سور لا تير ايه دان لو، بتعيش على الأرض وفي الماية. طيب لونها ايه؟ أنت على حسب ما شايف اللون. أنا مثلا شايف إن دي بني، يبقى إلي مارون. طيب عندها ايه الصفات الشكليه؟ إلا، يبقى احنا قلنا يملك او عندها او لديها. إلا ايه بقى؟ إن كاراباس، صدفه، إن كو ديل، كاتر بات، اربع رجول، ان بيك منقار، اي دي غريف ومخالب. طيب بتاكل ايه؟ المانج دو لارب، بتاكل اعشاب. يبقى إلي إربيفور، إلي إربيفور. طيب بتبيض ولا بتلد؟ البون دي زو، البون دي زو. احنا قلنا في طريقتين عشان نقول ان هي بتبيض، ممكن اقول الي او في بار، صح، او ممكن اقول البون دي زو، يعني هي بتبيض بيض. طيب دي بتعوم وبتمشي، يبقى ال ناج اي المارش، يبقى ال ناج اي المارش. طيب بعد كده يا جماعه، هنا دي اهم الكلمات الموجوده في الدرس، لازم تعرفها وتحفظها. احنا في جريد 4 يعني لازم كل حاجه تحفظ كتابه. مون ديكسيونير، هنا في لا تير، لا تير يعني الارض، لا تير، لا تير. لو الماء، لو الماء، لو. سير على او فوق، سير على او فوق، سير. دون في او داخل، دون في او داخل، دون. لا فيرم المزرعه، لا فيرم، لا فيرم. لا فوري الغابه، la forêt الغابة، la forêt. a verb، a ده معنى يملك او عنده مع il و ال، مع هو وهي. يبقى a يملك او لديه، a. a ده verb être بمعنى يكون مع il و ال، يبقى a يكون، a يكون. v ده verb vivre بمعنى يعيش مع il و ال، يبقى v، v بمعنى يعيش، v. بون يبيض، بون يبيض، فعل برضو اللي هو ايه؟ بون يبيض. مارش يمشي، مارش يمشي، فيرب مارشي يمشي. كور يجري، كور يجري. ناج يعوم، ناج يعوم. صوت يقفز، صوت يقفز. غامب يزحف، غامب يزحف. فول يطير، فول يطير. انف بيضة، ركزوا دي يا جماعة، بيضة واحدة اسمها انف، بيضة انف، انف. طب الجمع بتاعها يبقى دي زو، خلي بالك في الجمع بنطقش الاف، يبقى دي زو، وبنطق الاس زد عشان بعدها ان فويل. يبقى هنا الجمع بتاعها دي زو، دي زو يعني بيض، يبقى بيضة واحدة انف، الجمع بتاعها دي زو اللي هو بيض. بعد كده او في بار يعني يبيض، او في بار دي معناها حيوان يبيض، في في بار معناها حيوان يلد، يبقى في في بار يعني ايه؟ يعني يلد. عندنا كمان اون
كاراباس صدفة، إن كاراباس صدفة، إن كاراباس. ديزيكاي قشور، ديزيكاي قشور، ديزيكاي. ديدون أسنان، ديدون أسنان، ديدون. إن ك ديل، إن ك ديل، إن ك. دي غريف مخالب، دي غريف مخالب، دي غريف. ان بك من اه، ان بك من اه، ان بك. دي بات رجول، دي بات رجول، دي بات رجول. ودي طبعا على حسب دو بات اتنين او كاتر بات اربع رجول. دي بوال شعر، دي بوال شعر، دي بوال. دي سابو حوافر، دي سابو حوافر، دي سابو. دي بلوم ريش، دي بلوم، دي بلوم. دي نجوار زعانف، دي نجوار زعانف، دي نجوار. إن ترومب زلومة، إن ترومب زلومة، إن ترومب. دو ديفونس النبين بتوع الفيل، دو ديفونس النبين بتوع الفيل. دو زل جناحين، دو زل جناحين. طبعا احنا في نهاية الفيديو ده اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى منكم ان انتم تذاكروا وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.